السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الحمد لله الذي تفضل على عباده ففصل لهم الحقوق والواجبات ورضي لهم الأعمال الصالحات وكره لهم السيئات ووعد الصالحين بالخيرات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مجيب الدعوات وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الناصرين لدين الله بالجهاد والحجج والبينات أما بعد فاتقوا الله فاتقوا الله ولا تضيعوا فرائضه ولا تعتدوا على حدوده فقد فاز من اتقى وخاب من اتبع الهوى عباد الله اعلموا ان اعمال العباد لهم او عليهم
لا ينفع الله طاعة ولا تضره معصية. قال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقال عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وأداء الحقوق الواجبة على العبد نفعها في آخر الأمر يعود إلى المكلف بالثواب في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والتقصير في بعض الحقوق الواجبة على المكلف أو تضييعها وتركها بالكلية يعود ضرره وعقوبته على الإنسان المضيع للحقوق المشروعة في الدين، لأنه إن ضيع حقوق رب العالمين فما ضر إلا نفسه في الدنيا والآخرة، فالله غني عن العالمين. قال عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال عز وجل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وقال تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. وحق الرب الذي يجب حفظه هو التوحيد، وقد وعد الله عليه أعظم الثواب. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ومن ضيع حق الله عز وجل بالشرك به واتخاذ وسائط يعبدهم ويدعوهم من دون الله لكشف الضر والكربات وقضاء الحاجات ويتوكل عليهم فقد خاب وخسر وأشرك بالله وضل سعيه، لا يقبل الله منه عدلا ولا فدية، ويقال له ادخل النار مع الداخلين إلا أن يتوب من الشرك. وفي الحديث يقال للرجل من أهل النار: لو أن لك ما في الأرض هل تفتدي به من النار؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد أمرت بما هو أيسر من ذلك، ألا تشرك بالله شيئا. رواه البخاري. ألا وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. قال الله تعالى: ألا إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ألا وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. قال سبحانه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. ألا ومن سلمت له صلاته الخمس سلم له يومه، ومن سلمت له جمعته سلم له أسبوعه، ومن سلم له رمضان سلم له عامه، ومن أدى زكاة ماله حفظ الله له ماله وبارك الله له فيه، ومن سلم له حجه
فقد سلم له عمره. ومن حفظ التوحيد ضمن الله له الجنة. وإن ضيع المكلف الحقوق وترك حقوق الخلق الواجبة فقد حرم نفسه من الثواب في الدنيا والآخرة. وإن قصر في بعضها فقد حرم من الخير بقدر ما نقص من القيام بحقوق الخلق. والحياة تمضي بما يلقى الإنسان من شدة ورخاء وحرمان وعطاء، ولا تتوقف الحياة على نيل الإنسان حقوقه الواجبة له. وعند الله تجتمع الخصوم، فيعطي الله المظلوم حقه من ممن ظلمه وضيع حقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. وأعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله حقوق الوالدين، ولعظم حقهما قرن الله حقه بحقهما، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وعظم الله حق الوالدين لأنه أوجدك وخلقك بهما، والأم وجدت في مراحل الحمل أعظم المشقات وأشرفت في الوضع على الهلاك. قال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، ورضاع الطفل آية من آيات الله. والأب يرعى ويربي ويسعى لرزق الولد ويعالجان من الأمراض، ويسهر الوالدان لينام الولد، ويتعبان ليستريح، ويضيقان على أنفسهما ليوسعا عليه، ويتحملان قدارة الولد ليسعد، ويعلمانه ليكمل ويستقيم، ويحبان أن يكون أحسن منهما. فلا تعجب أيها الولد من كثرة الوصية بالوالدين، ولا تعجب من كثرة الوعيد في حقوقهما. ولن يبلغ ولد كمال البر بالوالد مهما اجتهد وبذل إلا في حالة واحدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. والوالدان بابان من أبواب الجنة، من برهما دخل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنفه قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. أيها المسلم، إذا رضي عنك والداك فالرب راض عنك. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. حديث صحيح، رواه الترمذي والحاكم والمستدرك، وقال: حديث صحيح. وبر الوالدين هو طاعتهما في غير معصية، وإنفاذ أمرهما ووصيتهما، والرفق بهما، وإدخال السرور عليهما، والتوسعة عليهما في النفقة، وبذل المال لهما، والشفقة والرحمة لهما، والحزن لحزنهما، وجلب الأنس لهما، وبر صديقهما، وصلة ودهما، وصلة رحمهما، وكف جميع أنواع الأذى عنهما، والكف عما نهيا عنه، ومحبة طول حياتهما،
وكثرة الاستغفار لهما بالحياة وبعد الموت. والعقوق ضد ذلك كله، وكثرة العقوق من أشراط الساعة، كثرة العقوق من أشراط الساعة. وفي الحديث: إن من أشراط الساعة أن يكون المطر غيظا والولد غيظا، وأن يفيض الأشرار فيضا، وأن يغيظ الأخيار غيظا. ومن أعظم العقوق للوالدين تحويلهما أو تحويل أحدهما إلى دار المسنين، وإخراجهما من رعاية الولد والعياذ بالله. وهذه ليست من أخلاق الإسلام ولا من كرم الأخلاق والشيم. ومن أعظم العقوق التكبر على الوالدين والاعتداء عليهما بالضرب أو الإهانة والشتم والحرمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة يوجد ريحها من مسيرة 500 عام ولا يجد ريحها عاق. رواه الطبراني. قال ربنا تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، وتمسَّكوا من الإسلام والعروة الوثقى عباد الله. إن حقوق الوالدين مع ما في القيام بها من عظم الأجور والبركة، فهي من مكارم الأخلاق وأكرم الخصال التي يقوم بها من طابت سريرته وكرم أصله وزكت أخلاقه. وجزاء الإحسان الإحسان، والمعروف حقه، والمعروف حقه الرعاية والوفاء، والجميل يقابل بالجميل، ولا ينكر المعروف والجميل إلا منحط الأخلاق، ساقط المروءة، خبيث السريرة. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله كان بما تعملون بصيرا. وقال تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا. وعن يحيى عليه الصلاة والسلام: وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًّا. وقال عن الشقي: والذي قال لوالديه أُفٍّ لكما، أتعدانني أن أُخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك فأدناك. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون.
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. اللهم وارض عن التابعين، اللهم وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ولا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا، اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه وجنوده وأوليائه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقه المسلمين في الدين، اللهم أعذ المسلمين وذرياتهم من إبليس وذريته يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تولى أمر كل مؤمن ومؤمنة، تولى أمر كل مسلم ومسلمة. اللهم اكشف الكربات واللأواء والشدة عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ارزقنا والمسلمين الاستقامة على دينك والتمسك بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم أقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل من الحجاج، اللهم تقبل من الحجاج حجهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم وردهم سالمين غانمين مغفورا لهم إلى ديارهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه ومن ظلم الظالمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. واجعل الدائرة يا ذا الجلال والإكرام على المبتدعين البغاة، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ جنودنا، اللهم احفظ جنودنا، اللهم احفظهم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظهم واحفظ ما اللهم احفظهم واحفظ ما ما خل واحفظ ما ما هم اللهم احفظهم واحفظ أهلهم وموالهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام، وأعنه على كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وأعنه على كل خير يا رب العالمين. اللهم وفقهما لما تحب وترضى ولما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم اجعلهم من اجعلهما من الهداة المهتدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.